السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناة من جديد وفي فيديو جديدة وفي روتين جديد. روتيني اليومي يوم الجمعة روتين صباحي، روتين عادي جدا. بغيت نشارك معكم يعني نهار الجمعة فاش كنحضر الوجبة ديال الغداء، وكذلك غنشارك معكم في هذا الفيديو يعني التنظيف هكا اللي كيكون في المطبخ يوميا والوجبة ديال الغداء. دونك بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله. اذا اليوم كما كتشوفوا دابا كما كتشوفوا معايا بديت كنغسل في الماعن، عندي هنا العرام ديال الماعن غنبدا نغسل فيهم شويه بشويه حتى نساليهم، وهانتوما بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله ما تمشيو فين. ودائما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو وديروا لايك، والا كنتو جداد والا كنت جديده كتشوفي القناه ديالي لاول مره فما عليك غير تضغطي على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، كذلك ضغطي على داك الجرس الاحمر باش توصلي باي جديد ديال القناه ان شاء الله. وصافي دانا البنات كما كتشوفوا معايا هنا، غادي نستمر في هاد غسيل الماعن حتى نساليهم، وهانتوما معايا ان شاء الله بقاو معايا ما تمشيو فين. البنات بعد ما ساليت في غسيل الماعن ديالي، انا هنا غندوز نقي الحوض ديالي. كما كتشوفوا راه موسخ، عندي هنا ضفت جافيل، وكذلك يعني اولا غنحكو بجافيل وبهاد الفرشه هذه اللي كتشوفوا معايا، غادي نحكو جيدا. صراحه انا الحوض هو المهم بالنسبه ليا ديما يكون نقي، وعندي هذا المنظف هذا ديال الالومنيوم وديال يعني كنظف به البوطاغاز، وكذلك هكايا لافابو كينقيه مزيان وكيحيد كاع دوك الدهون اللي كيكونوا فيه وكيخلي فيه واحد البريق ولا ما عارف. وصافي انا غنبدا نحكو بهاد الشيته هادي حتى نزول كاع الاوساخ ودوك الدهون اللي كيتراكموا عندنا، عاد باش ندوز نحك هاد الحيط اللي عندي هنا غندير شويه ديال الصابون ديال الاواني مع القليل من جافيل. وصافي نفس الشيء غندير كنحك كاع هاد الجوانب اللي عندي هنا. وصافي كما كتشوفوا راه يعني هاد البلاصه كتكون خاصكي دائما تدوزي ليها شويه يوميا، خصك تدوزي ليها هاد يعني تحكيها واخا غير تدويزه خفيفه هكايا حيت دغيا كتوسخ. صافي كيما قلت لكم انا هاد الحوض هو الاساسي عندي دائما انه يكون نقي ونظيف، ما كنحبش انني نشوف فيه الاوساخ او لا يكونوا فيه تكون فيه الروينه هكايا او لا البقايا ديال الطعام. وصافي بعد ما نقيتو شوفوا البنات النتيجه كيفاش كتولي. صافي كنحك هكايا يعني النتيجه كتكون باينه.
بالنسبة لهذا هذا اللي كان مضخ فيه راه زوين صراحة، هذا القهوة في كاع المحلات بالنسبة للبنات اللي كاين هنا في أوروبا، راه كاين في أكسيون، كاين في أوشان، كاين في كارفور، يعني زوين بزاف ديال المغسلين. وصافي هنا غنبدا نشلل في الحيط وفي هاد الجوانب هادو، شو اللمعان ديال الألومنيوم كيفاش كيولي فاش كنغسلو بهاد البرودوي هذا، يعني كيتنفخا جيدا. صافي غندير داك الشيء اللي كنغسلو بالما عاد بديت نمشي. صافي هانتوما معايا، اذا البنات هاني بعد ما ساليت تنظيف الاواني وتنظيف الحوض ساليته كامل ونقيته كما تشوفوا النتيجه. وهذا بالنسبه للبرودوي اللي وريتكم، ما باينش بزاف في التتبيله اللي غايبان لكم هنا، يعني ديال الصابون مشوه فيه داك الصابون ديال الحجر، يعني بالخلاصه ديالو كينقي بزاف. البنات كنصحكم تاخدوه. وخلاص هادو البرودويات اللي كنستعمل في التنظيف ديال الاواني، وصافي هكايا كنسالي هاد التنظيف ديال الحوض. اذا البنات بالنسبه للخضره اللي غنستعمل، بالنسبه انا غنحضر معكم سكسو بالقديد، كيجي زوين زوين بزاف، المذاق ديالو ولا اروع. عندي هنا الخضره اللي غنستعمل، عندي اللفت جوج الانواع بالنسبه، وعندي كذلك الكورجيت والبصله خلاص، وعندي هذا خيزو ومطيشه. بالنسبه لهذه الكميه يعني غير انا وراجلي، يعني كميه قليله اللي غندير ديال السكسو، ماشي كميه كثيره، يعني كميه ديال جوج الاشخاص. وعندي الفلفله خضراء كتعجبني في السكسو. وصافي خلاص القرعه ضروريه من هذه، انا الا ما كانتش هذه ما كنفورش البنات، ضروري تكون عندي القرعه الحمراء بالضبط. وصافي عندي هنا لي طوماط سوغيز اللي كيعجبوني في هكايا في المرق ديال السكسو كنضيفهم بالاضافه الى المطيشه العاديه. وصافي هذه هي الخضره ديالي اللي غنستعمل في هاد السكسو هذا ان شاء الله. دابا دابا غنبدا نقطع الخضره ديالي بالطريقه العاديه كما كتعرفوا لي. وصافي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. البنات بعد ما نقيت الخضره ديالي وقطعتها الى
يعني دي مخصو هكايا اطراف. عندي هنا القرعه والخضره وحمراء غنخليهم حتى الاخير بطبيعه الحال مع المطيشه. وغندير هاد الخضره هادي بعد ما نقيتها بطبيعه الحال وقطعتها الى طريفات. غنضيف القديد ديالي اللي رطبته ديجا في الماء، وغنضيف هاد الخضره كامله، وبطبيعه الحال قزبور المعدنوس بلا ما ننساو. عندي هنا عفوا البصله راه باقي ما قطعتها، يلا غنقطعها معاكم. اختارت غير واحد المخصو هكايا، ما بغيتش نكترو. وصافي انا غنقطعو الى طريفات او يعني مربعات صغارين. عاد باش غنضيفو الطنجره ديالي، صراحه ما كنحملش انني نكثر البصله او انها تبان في المرق ديال هذا السكسو هذا، ما كنحملش انها تبان في المرقه. يعني تقطعوها يعني تشلضوها بهذا المعنى هذا، يعني تقطعوها طريفه صغارين بزاف باش ما تبانش. وصافي غنبدا نضيف الخضره ديالي. كما قلت لكم راه الكميه انا درت غير كميه قليله. وعندي القزبور والبعدنوس اللي درت فيهم هكايا قبصه هكايا اللي ربطتهم ربطها هكايا عفوا ربطتهم وضفتهم. يمكن لكم تقطعوه او لا تخليوه هكايا صايم بحال بحال. وصافي اكتفيت بهاد الكميه ديال البصله. وصافي غنبدا نضيف العطريه والزيت. غنضيف زيت الزيتون كيجي بنين في هاد السكسو، انا دائما هو باش كنطيب غندير كميه من زيت الزيتون وكميه ايضا من زيت المائده غنخلطهم. وصافي بالنسبه للعطريه انا غنضيف الملح وكاع العطريه ديال اللي كنطيب بيها. غنضيف الخرقوم البلدي والكمون الابزار قرينه الزنجبير، المهم كاع العطريه ديالكم. بالنسبه للتحميره لكم الاختيار، اللي بغى يديرها اللي ما بغاش يديرها. المهم راكم عارفين كيفاش تبارك الله المغربيه ديالنا راه حادقات وعارفين كيفاش كيديروا السكسو. بغيت نتشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. انا هذه هي الطريقه اللي كنعتمدها فاش كنطيب السكسو، كيجي بنين والمرقه ديالو كتجي حتى هي بنينه بزاف. وصافي غنضيف باقي العطريه اللي عندي من بعد. هنا بعد ما درت الطنجره ديالي فوق العافيه غنخليها حتى تشحر ليا تحمص ليا مزيان مزيان. وهذا هو السر ديال البنه، يعني ديال هذه المرقه هذه خاصها ضروري تحمص يعني تشحر مزيان. هذا باش نضيف ليها الماء السخون ضروري انها تشحر مزيان ثم تشحر وتحط ديك البنه ديال هاد المكونات هادو. وصافي هنا بالنسبه للسكسو درتهم
هكايا في الكسكس، انا غنديرهم فوق العافيه. وهنايا بعد ما طابوا كاع، انا راه خطيت معاكم دوك المراحل كامله، حيت راه كيما قلت لكم كتعرفوا كاع الطريقه ديال الاختيار ديال الكسكس. هنا صافي راه حيدته، راه ثلاثه د المرات الخويره ديالو، صافي راه جرته بزوين بزاف. ويعني غندير ليه شي ديال الزيت، كما كتشوفوا انا غنبدا ندير المرقه ديالي فوق السكسو، وغنبدا نستف الخضره. انا كتعجبني ندير هذه الطريقه، هذه نبدا بالخضره عاد باش ندير المرقه. وصافي هذا هو الطبق ديالنا بعد ما درتيه كل شيء. دابا غنضيف اللحم الفوق، المرقه ديال البنات جات واعره بزاف، جات بنينه وخاطره. وعندي يعني في الطبق ديال اليوم البنات، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشهيتكم فيه اللي كتوحم تسمح ليا. المهم هذا هو